القائد العام للقوات الأمريكية للأمن الانتقالي الجنرال مايكل وابيرو كشف أن العنف في العراق انخفض بنسبة 40% منذ كانون الثاني العام 2004 وحتى كانون الأول الجاري، مؤكدا أن القوات الأمنية العراقية باتت مهيئة لاستلام الملف الأمني في عموم مناطق بغداد. الانخفاض صفته رافقت دراسات قياس مستوى العنف في العراق، إذ أعلنت معظم الجهات المعنية هذا العام أن مستوى العنف وأعداد الانفجارات بسيارات مفخخة أو عبوات ناسفة وغيرها من العمليات الإرهابية هي بمستوى منخفض. وبحسب القوة المتعددة الجنسيات فأن أعدادها انخفضت إلى 40% في هذه الفترة قياسا بالفترات السابقة. القوات الأمنية العراقية تتخذ دورا قياديا وتعمل بشكل رائع، وبعد توليها الملف الأمني في 30 من حزيران انخفضت نسبة العنف إلى 40%. الأجهزة الأمنية العراقية عازت هذا الانخفاض إلى التغيير في مناهج خططها والانتقال من الخطط اللامركزية إلى المركزية الشاملة. أما ما يحدث من عمليات إرهابية بين الحين والآخر فأنها وبحسب القيادات تكون كردة فعل من قبل الإرهابيين تتزامن مع حدث سياسي أو نجاح اقتصادي من أجل زعزعة الثقة بين الشعب والقيادات الأمنية والسياسية. قبل كنا نعمل مثلا في بغداد نترك نينوى نترك البصرة، الآن قياداتنا لديها القدرة ولديها الإمكانية سواء في الداخلية أو في الدفاع أو كل المؤسسات الأمنية أن تعمل في آن واحد في كل أراضي العراق. وبحلول العام المقبل ستتغير تسمية القوات المتعددة الجنسيات إلى القوات الأمريكية للأمن الانتقالي، ما يجعلها جهة ساندة للقوات العراقية من الجانب اللوجستي، إذ أكدت الجهات الأمنية العراقية أن العمل العسكري العراقي كان السبب في تحقيق الأمن وباعتراف القوات الأمريكية، كون العراقيين يتعاملون بخبرة ودراية بطبيعة العراق الديمغرافية. القوات الأمريكية هاي من خلال معايشتهم لعملنا ومن خلال بياناتنا ويطلعون على ما نقوم به، لذلك هم يتفاجئوا بحقيقة الأمر، يعني ولديهم أكثر من طلب أنه نساعدهم كيف يعملون في أفغانستان، كيف استطعنا أن نحقق أمن لم يتحقق في أفغانستان، لم يتحقق في كثير من المناطق، لذلك هم بدأوا ينتبهوا إلى الخبرة العراقية في هذا المجال رغم التحديات. وبحسب المراقبين فإن الملف الأمني في العراق لم يعد يحظى بالأولوية لدى مراكز الدراسات المهتمة لولا العمليات الإرهابية التي شهدتها الأيام التي عرفت بالدامية، إذ كان هدفها إثارة الضجة الإعلامية وإسقاط أكبر عدد من المدنيين. من بغداد غيث طلال، العراقية. نفى عضو لجنة الأمن والدفاع البري